ورجعنا لكم بعد الفاصل. وجع العظم ووجع الظهر والرقبه والمفاصل من اكتر الحاجات اللي بتبقى مؤلمه جدا لكل الناس، وعشان كده معانا دكتور مصطفى ثروت، اخصائي تاهيل حركي. اهلا بحضرتك. ده اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. موجود سعادتك. يعني ايه تاهيل حركي وايه يعني ايه؟ مش عارف، انا اول مره اسمع عنه بصراحه. التاهيل الحركي دوت بينتابنا من اول ما الطفل بيتولد لازم بنعمل حاجه اسمها تاهيل حركي. التاهيل الحركي هو عباره عن ايه؟ هو ان انا بمشي العضله في الوضعه في المسار الطبيعي بتاعها عشان تساعد معايا على المشي بطريقه سليمه، على الحركه بطريقه سليمه، ما يحصلش اي تشوهات في العمود الفقري، ما يحصلش اي تشوهات في الرجلين، ما تحصلش اي تشوهات في الدراعات، ما تحصلش اي تشوهات في الجسم بوجه عام. بتبدا معايا من اول الطفل ما بيتولد، اللي هي بتبتدي اللي هي حتى الدكتور اطفال لما انت بتروح له بيقول لك حاول ان انت تحرك رجل الطفل، تتنيها، تفردها. لما نقعد نعمله بالظبط كده، ده جزء من التاهيل الحركي. في ممكن نعمله بطريقه غلط، فهو الدكتور حتى بيفهمك انت ازاي تبتدي تمشي عليه عشان خاطر تمشي العضله في المسار الطبيعي بتاعها عشان ما يحصلش تشوه للطفل. تيجي بعد كده لما اجي بعد كده بيجي يبتدي يحبي. كويس، في درجه الاطفال بتحبي بالمقعده. كويس، ما دام من ضمن الحاجات اللي هي تشوه في القوام الجسم. كويس، ده اسباب التشوه ولا هو كده عنده تشوه؟ لا، هو ده من ضمن الحاجات اللي ما عملوش تاهيل حركي في البدايه صح. فابتدى ما فيش عضلات في جسمه شغاله، ابتدى المسار الطبيعي بتاع العضله مش شغال صح، بيبتدي يمشي بالمقعده في البدايه، بيبتدي بعد كده يحبي. ازاي اعلم الطفل انه ازاي انه يحبي؟ كويس، دي برضه بتبتدي تمشي معاك في المسار الحركي بتاعها. بعد كده لما بتيجي يبتدي يمشي، كويس، ازاي ان انا ابتدي ازاي اخليه يبدأ خطوه جنبيها خطوه عشان ما يمشي بعد كده، يمشي في خط مستقيم، يمشي سليم، ما يحصلش اي تشوه او اي تشوه في جسمه. ده التاهيل الحركي ده طلع حاجه مهمه جدا واحنا مش عارفين. هو دي حاجه اساسيه في مع البني ادم. يعني احنا نسمع عن العلاج الطبيعي، بس هو كده التاهيل الحركي غير العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي بيعتمد اكتر على الاجهزه. تمام، كويس، انما التاهيل الحركي بيعتمد اكتر على يدويا، بيعتمد اكتر على الحركه، بيعتمد اكتر على ان انا امشي الجسم في المسار الطبيعي بتاعه. اوكي، يعني الفرق ما بين العلاج الطبيعي والتاهيل الحركي ان العلاج الطبيعي بنعمله بالاجهزه، لكن بالزبط. التاهيل الحركي بيبقى يدوي. بتمارين ويدوي بقى. بالظبط كده. وبيبقى نفس الكفاءه بتاعه العلاج الطبيعي؟ لا، افضل. افضل، ده لان كل ما هو طبيعي كل ما هو افضل. ايه اكتر الحالات اللي بتبقى محتاجه تاهيل حركي؟ في الحالات اللي هي الاصابات بتحتاج تاهيل حركي، يعني في مثلا حد عمل حادثه بعديها بنعمل له حاجه اسمها تاهيل اصابات. في حالات بتبقى من البدايه بدا يمشي غلط، بدا يمشي بدل ما رجليه ماشيه مشط رجله قدام بيبتدي فاتحها على الجنب. ودي بتحصل كتير خاصه مع السيدات. كويس، بسبب لبس الكعب ولبس البوت ولبس الجنب كله. كويس، دي نفسها كمان ليها تاهيل حركي. كويس، تشوه القوام. واحد تخين بعد كده خس، دي كويس، بالظبط، بتحتاج له برضه تاهيل حركي. كويس، طفل صغير بيبتدي بقى حتى في الكلام نفسه بيبتدي تهته في الكلام، بيحتاج له برضه تاهيل حركي. تهته في الكلام بالظبط، مش تخاطب؟ لا، تخاطب ده وضع. كويس، ودي وضع تاني خالص. اوكي، كويس، ليه؟ لان كل ما الطفل بيكون واثق في نفسه، واثق في الخطوه بتاعته، واثق في كل حاجه، بيبتدي يمشي معاك صح. واحد عنده انزلاق غضروفي، محتاج تاهيل حركي. الام الرقبه، تاهيل حركي. الام الرجلين، الام المفاصل، كل ده تاهيل حركي. ليه؟ لان الخشونه اول نتيجه في اول سببها لخشونه الركبه، اول سبب فيها ان انا بعمل عادات خاطئه. كويس، تاني بقى التخن والحاجات وما شابه ذلك. بالظبط، كويس. الام الظهر اللي هي الانزلاق الغضروفي، الكلام ده كله انا ببتدي اشيل حاجه غلط، بيحصل انزلاق غضروفي، بعمل حركه غلط. النوم نفسه وانا نايم ازاي انام صح، وانا ماشي ازاي امشي صح، وانا قاعد ماسك الموبايل ازاي امسكه صح. كويس، كل ده تحت نطاق التاهيل الحركي. يعني لما حد في البيت مثلا رقبته بتوجعه وظهره بيوجعه، يروح لدكتور عظام الاول ولا يروح لدكتور تاهيل حركي؟ بيروح لدكتور عظام الاول، عمل اشعه، عمل اي حاجه ما لقاش فيه مشكله في العمود الفقري. كويس، او في مشكله معينه بيجي التاهيل حركي، وانا بفضل ان هو من البدايه يروح تاهيل حركي. اوكي، طيب
لما يروح للتأهيل الحركي ممكن حضرتك بقى في بعض الحالات انت اللي تحوله للدكتور العظام لو حضرتك شايف ان في حاجه معينه محتاجه بقى عمليه او جراحه او كده. طيب في حاجه اسمها الكايروبراكتيك. الكايروبراكتيك ايه هو الكايروبراكتيك ده؟ سحر. سحر سحر بلا مبالغه. كويس. ده ظهر من فتره قديمه جدا. كويس. ده موجود ده لتشوهات العمود الفقري. اوكي. بيشمل النزلاق الغضروفي، تحريك تحريك الفقرات من مكانها، الم الظهر، الم العنق. كويس. الام التنفس. كويس. بيقوم العمود الفقري، بمعنى اصح بالبلدي كده فك وتركيب، بتفك الفقرات وتركبها تاني مكانها. ده حاجه حلوه. كويس. يعني ممكن اعملها لك كمان على الهواء لو متاح، لو في حد عنده نزلاق غضروفي في ظرف جلسه او جلستين بيرجع تاني، بيوفر معاك فلوس طبعا. كويس. يعني معلش، في معظم بيلجا لدكاتره العظام ويبتدي يشتغل على جراحه على طول. طبعا. إيه، انا شخصيا ما بحبس الجراحه دي، اخر حاجه تفكر فيها الجراحه. كويس. عدا ثلاث نقط: التاكل. كويس. والكسر. اوكي. والشرخ في العمود الفقري. دي الحاجه الوحيده، دي التلات حاجات اللي ما ينفعش استخدم فيهم الكايروبراكتيك خالص. اوكي. ليه؟ لان انا بعتمد ان انا برجع الفقره مكانها. بعتمد ان انا في فقرات بتبقى ضيقه، بعتمد ان انا بوسعهم عن بعض. ايه اللي بيحصل بقى لما الفقره تبقى ضيقه والفقره تتحرك؟ الم في الظهر. الم في الرقبه. تنميل في الايدين. تنميل في الرجلين. بتوصل ان انا ممكن ما اقدرش امشي. كويس. بتوصل ان انا خلاص ما تعب. النسا والحاجات دي ليها علاقه اللي هو النسا؟ لا، النسا ده وضع تاني خالص. ده وضع تاني. تمام. النسا ده دنيا تانيه خالص. ده ملوش دعوه بالكايروبراكتيك، ده ليه علاج تاني خالص. من ضمنهم على فكره علاج الحركه برضه، فيه من ضمن النسا. لان النسا بيبقى بصاحبه التهابات وليها اسباب معينه. اوكي. كويس. بتبتدي معاك سعادتك الكايروبراكتيك ده بتبتدي تعدل الفقرات. كويس. بترجعها لمسارها الطبيعي عشان الاشارات اللي بيديها المخ. كويس. يبتدي يديها بشكل سليم، يبتدي تشتغل الاطراف، يبتدي يشتغل الجسم بشكل كويس. اوكي. فطب هو ده بيبقى باجهزه ولا برضو؟ لا، من غير ده يدوي برضو. ده يدوي برضو. يدوي. طب بنستخدم شويه زيوت، بنستخدم اجهزه بسيطه، مش ليه اجهزه المساج، اجهزه التدليك، اجهزه مساج عاديه. كويس. دي حاجات بسيطه كلها عشان خاطر بحيث ان انا بدلك العضله، بدلك الجزء، بحيث ان انا بتشتغل على الفقره مباشره. تمام. الاحسن ان احنا نروح نعمل مساج بعد كشف مع دكتور، ولا في يعني سبا بقى وحاجات والناس تقول انا بروح اعمل مساج، يعني بيبقى شيء مش طبي يعني؟ ما هو المشكله في نقطه، ان كله دلوقتي بقى بيعمل مساج. بالظبط. كله بقى بيعمل اي حاجه. هي المشكله في نقطه، انا عندي في حاجه اسمها نقط طاقه في الجسم. كويس. انت ممكن انت بتشتغل مساج تدوس على نقطه طاقه معينه، بدل ما تعملها ايجابيه تعملها سلبيه، فيبقى في وجع تاني. بالظبط. بدل ما تمشي عكس عقارب الساعه وتدي طاقه، تمشي مع عقارب الساعه وتدي خمول. كويس. ليها دنيا، في حاجات اسمها الاماكن الليمفاويه في الجسم. طيب. ازاي ان انا ابدا بعيد عنها وانتهي عندها؟ فالمساج مش كلمه وخلاص. بالظبط. فما نروحش لاي حد نعمل لا مساج. لا، لازم حد متخصص وفاهم هو بيعمل ايه. اخصائي تاهيل حركي علشان الموضوع يمشي بطريقه صح. سليمه. طب ايه الفرق بقى ما بين الكايروبراكتيك والحجامه؟ او ايه هي الحجامه، او ايه الحالات اللي نروح فيها للحجامه؟ الحجامه دي بقى ده السحر التاني. ده سحر تاني. ده سحر تاني. ده من ايام القدماء المصريين. ده مش من ده لا فتره حديثه ولا في الايام دي. الحجامه دي يعني زي ما قال عليها الرسول، انها بتشفي جميع الامراض بلا استثناء عدا امراض بسيطه. كويس. الحجامه دي بتستخدم في الم الظهر، في الصداع النصفي، في امراض الروماتيزم، في امراض البطن، في الام الظهر، الام الرقبه، الام المفاصل، الخشونه. كل امراض، انا يمكن ما قلتش كل امراض، انا بقول الامراض بسيطه جدا. وحلاوه الحجامه في حاجه، النتيجه بتاعتها بتبقى وقتيه من اول جلسه. يعني في بعض الامراض او بعض زي الام الظهر لو مش متصاحبه بحاجه تانية، كويس، بتبقى من اول جلسه. اول جلسه بيطلع من عندي سليم. كانت لسه عندي حاله من حوالي 3 اسابيع، كان التشخيص بتاعها عرق نسا. اوكي. كويس.
بس هو ما كانش عايز ينسى. لما جت بعد الكشف كان عندها تجمع دموي في الجنب بجانب العمود الفقري ضغط عليه، هو اللي مسبب المشاكل كلها وعملها تنميم في رجليها كلها. بقى 3 سنين لدرجه كانت جايه لي ماشيه بعكازين. فجايه قلت لها انت ليك عندي 3 جلسات ليك عليها النهارده تمشي من غير عكاز. طبعا مش مصدقه، قلت لها احنا مدتنا ساعه زمن. بعد ساعه زمن هتشوفي، ما بقولكيش السنه الجايه، انا بقولك بعد ساعه زمن. هيجي استمت معايا جلسه واتنين، ما رضيتش تيجي الثالثه. خلاص ما جيتيش للثالثه، خفيت. انا خفيت خلاص، مش محتاجه اجي تاني. خفيت ما شاء الله كويس. فهي لا سحر فعلا، دي على حاجات شخصيه انا استخدمتها في مصر وبره مصر. لان انا لدرجه انا كنت في الكويت وسافرت السعوديه وسافرت فرنسا وسافرت حتى الدول الاوروبيه. دلوقتي بقى بيستخدموا الطب، ما تعتبر طبعا الطب البديل. اوكي اوكي، كل دلوقتي بيستخدم الطب البديل. طب هي ليها فوائد غير ان هي بتحسن مثلا مسار الدوره الدمويه فبتخلي العظم يبقى ماشي لا كويس؟ لا لا لا، ما ليها فوائد كتير. اولا في الحجامه نوعين، حجامه اللي هي العاديه، في الحجامه العلاجيه اللي هي دي بتبقى بالكؤوس. صح، بالكؤوس. الحجامه العلاجيه او الحجامه العاديه الاول، دي بيستخدمها الشخص كل 3 اشهر. دي زي بتعمل ريفريش كامل لجميع الاجهزه الحيويه داخل الجسم، ريفريش للبصر، ريفريش للنظر، لحاله الشم، للتذوق، للكبد، للقلب، سبحان الله، لكل حاجه في الجسم. دي اللي هي الحجامه العاديه. بتعفي بقى من الجلطات، استحال اللي بيعمل حجامه تجيله جلطه. ما شاء الله كويس. طبعا في ناس بتقول لك ان الحجامه بتطلع الدم الفاسد. انا كنت لسه هقول دي، مفيش حاجه اسمها دم فاسد في الجسم. معنى كلمه دم فاسد معنى كده ان العضو ده ميت. اوكي، فكلمة دم فاسد دي معلومة خاطئة. طب نسميها الدم الزائد؟ بنسميها دم راقد. الراقد دم مجلط، فيها كذا اسم وكذا مسمى ليها. وفي الحجامة فيها نوعين، في الحجامة اللي هي العادية، في الحجامة المتزحلقة، في الحجامة الجافة، والحجامة الرطبة. اوكي، ففي حاجات، في كل حجامة أو كل حاجة، مش شرط كل ما أعمل حجامة يبقى في دم. لا ده مش شرط أساسي. كويس، في حجامة اسمها حجامة الجافة، بحط الكاسات بس عشان خاطر بشتري حجامه جافه. في الحجامه الرطبه اللي هي يبقى فيها ترشيد ويبقى فيها دم. كويس، في حاجه اسمها الحجامه المتزحلقه، بتبقى قريبه من المساج شويه بس بتبقى اقوى، لان انت بتبتدي تحط الزيت في الجسم المريض وتبتدي تحرك الكاسات. بعد ما بتبتدي تشفط تحرك الكاسات بطريقه معينه، بطريقه نقط الطاقه. حضرتك بتحدد حسب الحاله، حسب الحاله وحسب الشخص اللي بيجي لك. طب وايه بقى هو العلاج المائي؟ العلاج المائي ده بقى السحر الثالث. سحر كنت لسه هقول. لا هي فعلا انا بقول سحر ليه؟ انا اشتغلت في مجال العلاج الطبيعي، اشتغلت في مجال الاسعافات الاوليه، واخيرا اشتغلت في المجال العلاج الحركي والكايبراكتيك والعلاج المائي والحجامه. دي اخر حاجه انا استقريت فيها. لقيت ان اكتر حاجات فيها فعاليه وفيها استجابه سريعه جدا ومفيده جدا للجسم هي ال4 حاجات دول بالنسبه لنا شخصيا. كويس، العلاج المائي ده يعني انا بقول ده احلى علاج موجود في الدنيا كعلاج طبيعي للجسم. العلاج المائي الانزلاق الغضروفي بيساعد على حله. الخشونه اللي التمرينات بتبقى صعبه جدا لان الميه بتشيل الجسم، تبتدي تشتغل التمرينات اللي انت عايزها كلها كويس بدون ما تحمل على المفصل. ده هايل جدا. كويس، العلاج المائي للجلطات، جلطات المخيه، كانت معانا جلطه في دي كانت في فرنسا، كانت معايا ده علاج هايل جدا. دي كانت في فرنسا معايا، ده كان واحد مسن كان عنده حوالي 64 سنه. كان جاي جلطه رباعيه، كان شال رباعي. لا اله الا الله. بالعلاج المائي بالظبط في 6 شهور كان ماشي بعكاز، مش ماشي ماشي كامل. ده شيء عظيم. كويس، مع طبعا ما اتعمل له كورس كامل، يعني العلاج المائي كان جزء، كان جزء منه. اتعمل له كورس كامل بعد 6 شهور، الحمد لله كان ماشي طبيعي. العلاج المائي بيعالج الاضطرابات النفسيه. كويس، العلاج المائي بيعالج التشوهات الحركيه. بيعالج حاجات كتير جدا. ده بالعكس ممكن استخدم العلاج المائي في البيت عن طريق البانيو. اوكي، ممكن استخدم العلاج المائي في البيت برضو عن طريق ان انا ازاي بفوطه مبلول او بحاجه زي كده ازاي استخدمها. اوكي، العلاج المائي في حاجه اسمها صدمات كهربائيه. لان الاعصاب كلها متوصله ببعض، ففي ممكن عندي عصب في النص مات فما بيديش اشاره العصب اللي بعده، مجرد ما بيدي اشاره خلاص هو بيرجع تاني بيرد. بعمل حاجه اسمها صدمات. صدمات. كويس، برضه ليها كل حاله وبيبقى ليها ايه؟
حالتها. حلو جدا، دي معلومات مفيدة جدا وحضرتك نورتنا يا دكتور. وللأسف فقرتنا أنا ما كنتش عايزاها تخلص لأن المعلومات بجد مفيدة جدا، بس للأسف وقت فقرتنا خلص، بس حضرتك نورتنا وإن شاء الله تكون معانا مرة تانية نكمل كلامنا، لأن في أكيد أسئلة كتير قوي عند الناس. حاجة كتير، أنا ما قلتش حاجة طبعا، ما قلناش واحد في المليون. إن شاء الله حضرتك هتنورنا تاني، يكون في أسئلة كتير تانية ونورتنا، وانت الفقرة خلصت بس حلقتنا لسه مكملة، انتظرونا.